السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشوف المحذوف للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي. الدروس المحذوفة للصف الرابع في مادة اللغة العربية: درس فكرة رائعة ودرس أنا والأصدقاء. أما المحذوف في مادة الرياضيات الصفحات أرقام 10 و16 و19 و23 و42 و46 من كتاب الشرح. أما الجزء الخاص بالتدريبات في نهاية الكتاب أو في النصف الأخير من الكتاب، صفحات أرقام 2 و3 و6 و9 و15 و22 و23 و34 و32 و39 و49 و48، ده في الجزء الخاص بالتدريبات. الدروس المحذوفة من مادة الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي: الوحدة الرابعة مظاهر الحضارة المصرية القديمة، الدرس الثالث الحياة الاجتماعية، والدرس الرابع الحياة الاقتصادية. ما زلنا مع الصف الرابع في مادة العلوم. الدرس الثالث من الوحدة الأولى الكائنات الحية، صفحة 25 من بداية الكائنات وحيدة الخلية إلى نهاية صفحة 26. والدرس الأول من الوحدة الثانية صور الطاقة وتحولاتها، صفحة 39 من بداية الطاقة الصوتية إلى نهاية صفحة 44. أما المحذوف من مادة اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي من صفحة 27 إلى صفحة 36 في كتاب الطالب، ومن صفحة 27 إلى صفحة 38 في كتاب التدريبات. الدروس الملغية من مادة التربية الدينية الإسلامية: الوحدة الثانية سورة البروج تلاوة وسماع فقط، والوحدة الثالثة الدرس الثالث مواقف من حياة عمر. الصف الخامس الابتدائي المحذوف في مادة اللغة العربية: درس سليمان والهدهد، والدرس الثاني الثعلب والديك. الدروس الملغية من مادة الرياضيات في الجزء الخاص بالشرح صفحة 58 فقط، وصفحات أرقام 3 و7 و9 و13 و21 و22 و23 و30 و45 و42 و45 و50 من الجزء الخاص بالتدريبات. المحذوف من مادة الدراسات الاجتماعية: الوحدة الثالثة شخصيات وأحداث في عصر الدولة المستقلة، الدرس الثاني المعز لدين الله الفاطمي، الدولة الفاطمية، الدرس الثالث صلاح الدين الأيوبي، الدولة الأيوبية. وما زلنا مع الصف الخامس الابتدائي المحذوف في مادة العلوم. الدرس الثاني من الوحدة الأولى تطبيقات الاحتكاك، صفحة 11 من أول تطبيقات حياتية إلى نهاية صفحة 12. والدرس الأول من الوحدة الثالثة مكونات التربة، صفحة 31 من أول يمكنك اكتشاف مكونات التربة إلى صفحة 34. والدرس الثاني من الوحدة الثالثة أنواع التربة وخصائصها، صفحة 38 من أول نشاط 5 إلى نهاية صفحة 39. المحذوف من مادة اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي من صفحة 27 إلى صفحة 34 في كتاب الطالب، من صفحة 25 إلى صفحة 30 في كتاب التدريبات. الدروس الملغية من مادة التربية الدينية الإسلامية: الوحدة الأولى سورة الحشر الآيات من 11 إلى 24 تلاوة وسماع فقط، الوحدة الرابعة الدرس الثاني المؤمن يحافظ على البيئة، الكتاب الإضافي قصة عبد الرحمن بن عوف 7 الحكم المرتضى للقراءة والإطلاع فقط. أما الصف السادس الابتدائي في مادة اللغة العربية درس دعنا نتحاور ونص أيام الطفولة. أما الدروس الملغية من مادة الرياضيات مثال 22 صفحة 40 ومثال 44 صفحة 51 من الجزء الخاص بالشرح.
والصفحات أرقام 9 و13 و14 و15 و22 و23 و23 و31 و32 و34 و40 و45 و51 و52 و53 و54 و55 و56 و58 و59 و60 و61 و64 و65 و66 و67 و68 و69 و71 و72 و73 و74 و75 و76 و77 و78 و79 و80 و91 و92 و93 و94 و95 و96 و97 و98 و100 و101 و102 و103 و104 و105 و106 و107 و108 و109 و110 و111 و112 و113 و114 و115 و116 و118 و119 و120 و121 و122 و123 و124 و125 و126 و127 و128 و129 و130 و131 و132 و135 و136 و137 و138 و139 و140 و141 و142 و143 و144 و145 و146 و147 و148 و149 و150 و151 و152 و153 و154 و155 و156 و167 و178 و179 و180 و191 و192 و193 و194 و195 و196 و197 و198 و199 و200 و201 و202 و203 و204 و205 و206 و207 و208 و209 و210 و211 و212 و213 و214 و
المثال رقم 4 أيضا من الجزء الخاص بالتدريبات. أما المحذوف من مادة الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي، الوحدة الثانية البيئة الساحلية، والدرس الثاني الخصائص السكانية للبيئة الساحلية، والدرس الثالث الموارد والأنشطة الاقتصادية في البيئة الساحلية. أما المحذوف في مادة العلوم للصف السادس الابتدائي، الدرس الثاني من الوحدة الثالثة خسوف القمر صفحة 51 ورصد الفضاء للاطلاع فقط. الوحدة الرابعة امتصاص وانتقال الماء والأملاح المعدنية في النبات صفحة 52 إلى 58. المحذوف من مادة اللغة الإنجليزية من صفحات 31 إلى صفحة 40 في كتاب الطالب، ومن صفحة 31 إلى صفحة 35 في كتاب التدريبات. الدروس الملغية من مادة التربية الدينية الإسلامية، الوحدة الثالثة سورة الرحمن الآيات من 41 إلى آخر السور تلاوة وسماع فقط. الكتاب الإضافي السيدة خديجة رضي الله عنها الفصل التاسع والعاشر للقراءة والاطلاع فقط. الوحدة الثالثة سورة الجن الآيات من 15 إلى آخر السورة تلاوة واستماع فقط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.